الاخبار انه الفوضى اللي موجوده الزائده اللي في على الساحه الاعلاميه. مفروض ان الاعلام ده علم، ومفروض انه في دراسه، وفي كان زمان حاجه اسمها كليه الاداب قسم صحافه كان بيدرس في هذه الكليه عظماء الصحفيين في مصر، استاذ مصطفى امين، استاذ دلال الحمامسي، الاساتذه الكبار كانوا بيدرسوا في هذه الجامعه او هذا القسم من كليه الاداب. وبعدين بعد حوالي 10 سنوات بدات كليه الاعلام ويدرس فيها نخبه من الاساتذه اللي على درجه كبيره جدا من العلم والمعرفه والقدره على التاثير على الشباب اللي بيدخل هذه الكليات. يعني ده بيخلينا نقول اذا كان ده موجود بقى من السبعينيات في كليه اعلام وفيها اقسام متعدده، وفي انه لازم تعين، والا دول بيعملوا ايه؟ يعني فاتحين ايه؟ مش بقاله يعني تعين. على الساحه الاعلاميه حاليا يعني عايزه اقول انه يمكن اقول 95% من اللي بيمارسوا العمل الاعلامي ما اتعلموش اعلام وما دخلوش كليات اعلام وما درسوش المهنه وما تدربوش المهنه. يعني طبعا الاعلام فيه جزء كبير جدا موهبه، لكن الموهبه دي يبقى واحد خريج زراعه ممكن يبقى اعلامي جيد، يعني مش بعيده، يعني مش بقول حاجه غريبه، لكن في حاجه اسمها الاذاعه والتلفزيون، في حاجه اسمها تدريب حتى في الصحافه. يعني انا لما كنت لسه صغيره في قسم صحافه ودخلت جريده الاهرام وزملائي دخلوا الاخبار وباقي الجرائد اللي كانت موجوده كانوا بيدربونا الاول قبل ما نمسك القلم ونكتب اي حاجه. ففي تدريب ده مش متوفر لاي حد بيقدمه في الاعلام النهارده هم نشطاء اعلاميين. عن كلمه الناشط دي اللي ظهرت في حياتنا احنا مش عارفين لها اصل، يعني امتى ظهرت وايه حكايتها وامتى اقدر اقول على ده ناشط، ايش ناشط سياسي وناشط حقوقي وناشط استراتيجي وناشط امني، حاجات كده بقى في ناشط اعلامي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. انا لما بقول هجمه الصحفيين الحقيقه اللي بدا هذه الهجمه كان الاستاذ مفيد فوزي. اول صحفي وقف اولا وخلف الميكروفون وبعدين خلف الكاميرا. لكن الاستاذ مفيد فوزي عندما وقف امام شاشات الكاميرات التزم بالاصول الاعلاميه اللي كان هو احد المساهمين على مدى سنوات طويله في الاعداد الاذاعي والاعداد التلفزيوني، والتزم تماما. هو رفض، قال انا مش مذيع، انا محاور، وده حقيقه.